بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم كامل بطل بلعزاوية، رئيس نادي حقوق الإنسان والطبيعة المواطنة بمؤسسة ابن سينا. مش طوال النهار نجيش العرض خلعون في المدرسية. الغرض النغمة من إثن الجنشين نفا إجن ظاهرة، يعني ظاهرة العنف المدرسي انتشى يتص للمؤسسات وخاصة مؤسسة ابن سينا. وفي ذلك يعني رمين قال عرض الشين نقدس يعني أتص من حوايج نخضيس أول حاجة نخضيس جن الشعر نخضيس أوانس باور بوينت ليس ما رمين من الأسباب التعريف العنف المدرسي وأناس أدياس إجن مسرحية بعنوان ما تقيسش الشلاغم. وثالثا التسي إجن دواء بعد ذاك الاساتذه، يعني حوار مفتوح هكا الاساتذه اللي جان والتلاميذ يحضر معرض يعني ذي العرضه. واخر حاجه نوزع شوائد تقديريه مارين يشاركنا ذي يعني يجي الناديه اي غوغاز تبدا ذي المؤسسه ابن سينا. ومن خص يعني زي التلاميذ المغرب ابن سينا مم نقارس باللي قانشين العنف انت وري ذني ذي المؤسسه ابن سينا ينتشر يطاس نقارس يعني على الاقل الاساتذه شنو الوالدين سن يعني نحترم شوي نقول شوي ما رمين يزيد جلد قال العنف يعني قمروا التربية وعص الدشاء قوي تيربونا. وشكرا. هذا النشاط كيجي بعد ما النيابة كانت وزعت واحد مجموعة الاستمارات كتحاول تقار فيها ظاهرة العنف. الاستمارات كانت على الأطر التربوية الأساسية والاستمارات على التلام. ومن بعد ما تم التفريغ ديال النتائج ديال الاستمارات كانت عينات عشوائية، خرجنا لواحد المجموعة ديال النتائج أنه ظاهرة العنف كاينه على العموم في المجتمع وكاينه في المؤسسات التعليميه. هذا النشاط اللي كيدير نادي حقوق الانسان هنا في بن سينا جا بعد ما تم تفريغ النتائج ديال بعض الاستمارات اللي كانت سابقه ليها من مجموعه المؤسسات التعليميه من بينها بن سينا كتقر دائره العنف. كانت الاستمارات توزعت على عينه عشوائيه تلام ديال جميع المستويات من السابع حتى البكالوريا وتوزعت على بعض الاساتذه. اذا الفكره جات في هذا الاطار حكم ان النادي يعني برمج مجموعه من الانشطه هذه السنه فارتاح انه يقارب هذه الظاهره اللي لاحظنا مؤخرا بدات تشري بشكل كبير داخل المؤسسات اللي راه كاين على الصعيد الوطني. وهنا بن سينا كاينه هذه الظاهره كتكرر عده مرات وكلشي كيتشكى منها، كيتشكوا منها التلام، كيتشكوا منها الاساتذه، كيتشكوا منها الاطر التربويه، وكيتشكوا منها حتى الاباء. اذا في اطار على الاقل اثاره الانتباه والتوعيه بهذه الظاهره خلينا ان التلام تكون عندهم هما المبادره لان هما اللي معنيين بها اولا. والمبادره اللي جات من عند التلام والمستهدف هما التلام غتكون اكثر نجاح. وبالتالي العمل اللي كيقوموا به في هذه الامسيه هذه كيجي في اطار على الاقل ما غاديش نلقاو حلول للظاهره هنا في المؤسسه بشكل جذري، ولكن على الاقل اثاره الانتباه ديال واحد العينه من التلام بان هذه الظاهره راه ظاهره عندها اسباب وعندها تمظهرات وعندها نتائج سلبيه على الاقل عليهم هما بشكل مباشر. فالفرصه جات باش يثيروا هذه الظاهره هذه ويتناولوها ويحاولوا على الاقل ياخذوا واحد مجموعه من الافكار حول هذه الظاهره يحاولوا على الاقل يتجاوزوها كتلامذه هما لانهم طرف هذه المعادله. حنا على الاقل هما ركزوا على ظاهره العنف المدرسي في اطار العلاقه بين الاستاذ والتلميذ وبين التلميذ والتلميذ وبين التلميذ والاداره، لان هذو ثلاثه ديال الفاعلين اللي كاينين هنا في المؤسسه. شكرا.